أكتر سؤال بيقهرني لما يشوفني حدا ويطلع بوجهه ويسألني ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ بتحب تعرف ليش زعلان؟ زعلان عشعب بعد ما كان أروع شعب صار اسمه لاجئ آخ من هالزمان. زعلان عشوارع صارت الساعة 6 تفضى من أول النهار. زعلان ومنهار عكل مين عم يطلع من بيته ما بيعرف إذا رح يرجع لعند أهله وحبايبه والجيران. زعلان من صوت الرصاص والصواريخ والتفجيرات صارت روتين بهالأيام. زعلان عشعب يلي انكسر وانقهر وفقد غوالي اللي ما بتتعوض لا بالكنوز ولا بالمال. زعلان عضحكة فارقت وجوه العالم بكل مكان. زعلان عمدن ما بقي فيها حدا وصارت خرابة وكآبة وظلام. زعلان عم فقدت ابنها وابن فقد ابوه وبنت فقدت امها ومات هالانسان. ولسه بدك تعرف ليش زعلان؟ دخيلك يا رب فرج عن بلدي ولاد بلدي تعبنا يا رب ومالنا غيرك يا رحمن. على المايكروفون الامبراطور كان معكن ابو غسان.